كرة إلى جانب إلى علي عدنان. علي يلعب كرة عرضية. مهند جول! جول مهند برأسية جميلة يسد دولية لهذا اللاعب الشاب. ثالث هدف دولي في أربع مباريات ويسجل الهدف الأول من كرة رأسية وينال أول بطاقة صفراء في ملعب المباراة. مهند علي ثالث هدف دولي في رابع مباراة دولية بعد الهدفين في شباك المنتخب السعودي، هدف في شباك المنتخب السوري، وكرة جميلة. شوف الارتقاء الرائع، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، من كرة رأسية ولا أروع ولا أجمل هذا الارتقاء الرائع من مهند علي. هدف واحد لمنتخب العراق لا شيء. شوف يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، ارتقاء ولا أروع ولا أجمل. لاعب يعني مثل ما قالوا احنا كنا نريد هذا اللاعب يكون تدريجي.